إذا انفتح الطريق صورة أمانة، شيلوا جنازتي ودوني إلى النجف، ادفنوني في وادي السلام. اجوا ذول الثلاثة اللي كان موصيهم، جابوا الجنازة، شافوا الطريق من كربلاء في ذلك الزمان في عصر السيد إسماعيل الصدر، في ذلك الوقت الطريق مقطوع، لذلك دفنوه في مقبرة كربلاء، مكتوب اسم المقبرة على اليمين. هسه هذه المقبرة على اليمين موجودة أو كان في ذلك الوقت؟ دفنوا في ذلك المكان. بعد 6 أشهر الطريق انفتح بين كربلاء والنجف، اجوا علشان ينقلون هذا الميت اللي خلوه أمانة يودوه إلى دار السلام. ذيك الليل اللي راد يودوه شافوه في عالم الرؤيا، مو الوصي واحد، ثلاثتهم اللي موصيهم كلهم الثلاثة شافوا في عالم الرؤيا. قال لهم لا تنقلوني إلى النجف، لا تودوني إلى وادي السلام، خلوني في كربلاء، خلوني عند الحسين. قالوا له ليش؟ مو أنت وصيتنا؟ قال نعم أنا وصيتكم بذلك، ولكن كل ليلة جمعة يأتي أمير المؤمنين لزيارة ولده الحسين، يمر من على الوادي ويقرأ فاتحة لجميع الأموات، فاتحة الإمام أمير المؤمنين كل أسبوع تشملنا، لذلك خلوني في هذا المكان، أنا ببركة أبي عبد الله الحسين وببركة أمير المؤمنين. شايف هذه المنزلة؟ شايف هذه الصفة؟ هذه قيم نبحث عنها، ندورها. وين تلقاها؟ تلقاها عند أهل البيت. علي بن مظاهر هذا الصحابي الجليل يقول ليلة العاشر اللي اليوم أهل البيت يضربوننا مثل ماكو أروع من عنده، يعني اليوم تحكي بالعبادة، هذه عبادتنا بالله عليك، نصلي الصلوات الواجبة خلص كل شيء، وين الصلوات المستحبة؟ وين نافلة الليل؟ وين صلاة الغفيلة؟ اللي الرواية مروية عن الإمام زين العابدين أن اللعين يزيد لما رجعوا أهل البيت جاءوا إلى الشام أظهر ندم كذبا، قال للإمام زين العابدين أريد أتوب، شلون أتوب؟ شنو الطريقة؟ قال صلي صلاة الغفيلة. شوف صلاة الغفيلة بين صلاة المغرب والعشاء جدا مهمة. يقول الإمام قال له هذه الكلمة: الله يغفر لك. سألت مولاتي العقيلة زينب: يا ابن أخي ليش علمت صلاة الغفيلة؟ قال أن الله لا يوفقه لها. أكو ناس ما يوفقهم رب العالمين، أكو كثير من الصلوات المستحبة بس منو اللي يصليها؟ شوف عمره مر على عمره 20 و30 40 50 سنة 60 سنة ما مصلي صلاة الغفيلة مرة واحدة، يعني ماكو توفيق. زين لما عرفت حاول أن تجعل نفسك موفقا لذلك، كلمات بسيطة وتحصل على الأجر الكبير عند الله تبارك وتعالى. علي بن مظاهر وعبادتهم، شوف شو أصحاب الحسين، ترى مو سيوف فقط، مو قتال بس، مو سهام، هذا في مكانه. كان لهم دوي كدوي النحل ليلة عاشوراء، يعني الحسين رجل عبادة، أصحاب الحسين رجال عبادة وخضوع وخشوع لله تبارك وتعالى. لذلك علي بن مظاهر شوف التربية، شوف هالنموذج هذا، شوف القيم هذه اللي تلقاها عند أهل البيت، عند رسول الله وعند أهل البيت سلام الله عليهم. الرواية تقول علي بن مظاهر ليلة عاشوراء جاء عند امرأته، ليش؟ لأن الإمام الحسين جمعهم، قال من كانت في رحله امرأة فليأخذها إلى بني أسد. يسأل علي بن مظاهر يقول له سيدي لماذا؟ ليش نأخذها إلى بني أسد؟ شنو السبب؟ يقول له لأنه نحن في يوم غد أن نسائي ستسبى وأنا أخاف على نساءكم من السبي. الحسين يخاف على نساء أصحابه من السبي، ولكن زينب خلي تسبى، أم كلثوم وسكينة ورقية وفاطمة وعزيزات الحسين يسبين مو مشكلة يا أبا عبد الله. يقول علشان نساءكم لا يسبين مع نسائي. أخذ هالكلمة علي بن مظاهر، راح دخل على الخيمة، قامت لامرأته استقبلته مبتسمة، قال لها دعيني والابتسام. قالت له لماذا؟ قالت له سمعت خطبة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين، سمعت الخطبة آني بس بالأخير صارت همهمة ما عرفت. قال لها أسمعت ماذا قال الحسين؟ قال من في رحله امرأة
يأخذها إلى بني أسد. قالت لماذا؟ قال لأنه نساؤه سيسبين في يوم عاشوراء، والحسين خايف عليكم من السبي. وإذا بهذه المرأة التفتت إلى زوجها، قالت له زين وانت شنو راح تسوي؟ قال قومي يلا هي حالك علشان أوديش عنده بأبناء عمك من بني أسد قريبين علينا. وإذا بهذه الأسدية ضربت رأسها ونطحت رأسها بعمود الخيمة. قالت له يا ابن مظاهر أنت وجهك يبيض عند رسول الله، وأما أنا تريد أخلي يسود وجهي عند فاطمة؟ أنت تروح تقاتل وبيض وجهك عند رسول الله، وأنا حالي كزينب كبنات رسول الله، أريد حالي من حالهم يكون. لذلك رجع علي بن مظاهر إلى أبي عبد الله، قال سيدي أبا عبد الله، أبت الأسدية إلا أن تواسي نساءكم. فعلا أويل عليك مولاتي يا زينب. أشوف زينب حتى حبيب ابن مظاهر، هذا علي بن مظاهر وشوف حبيب ابن مظاهر يوصل إلى كربلاء، بمجرد أن يوصل عند الحسين يقبل تلك الأرض اللي واقف عليها الحسين. مولاتي العقيلة تسمع صوت همهمة غبار، ها شنو اللي صاير؟ قالوا لها يا مولاتي يا زينب، هذا حبيب ابن مظاهر وصل إلى كربلاء ناصرا لكم أهل البيت. وإذا بمولاتي العقيلة قالت أبلغوا حبيب عن السلام. لما بخبروا حبيب، هذه زينب بنت أمير المؤمنين، تبلغك السلام، صار يحث التراب على رأسه يقول من أنا حتى تسلم علي زينب. شوف هؤلاء الأصحاب هثوا لهذه، وانظر إلى بنات رسول الله، شوف القيم اللي عدهم. يقول حميد بن مسلم نظرت إلى طفلة علقت النار بثيابها. يقول ركضت وراء هذه الطفلة أريد أطف النار، ولكنها خافت مني، أركض وراها وهي تركض إلى أن توقفت هذه الطفلة. قالت لي يا شيخ هل قرأت القرآن؟ قلت بلى قرأت القرآن. قالت هل قرأت هذه الآية وأما اليتيم فلا تقهر؟ قلت بلى. قالت يا شيخ أنا يتيمة أبي عبد الله الحسين وطفلة أخرى. إجا ذلك الظالم يسلب القرط من أذنيها، يعني يأخذ القرط ويسحبه والدماء تجري وهو يبكي. قالت له تسلبني وتبكي؟ قال لي كيف لا أبكي وأنت بنت رسول الله؟ قالت له زين أنت إذا تعرفني لماذا تسلبني؟ قال إن لم أسلبك غيري يأتي يسلبك. لذلك بنات رسول الله، أيتام رسول الله وأيتام الحسين لهم حالة غير حالة. أي حالة هذا؟ حتى لما أركبوهم على النياق من دون وطاء، كانت يتيمة للحسين. تدري الطفلة هذه فقدت أبوها، تئن هذه الطفلة، أبا يا حسين، نور عيني يا حسين، بعد عمري يا أبويا، وينك يا أبويا؟ يدور على أبوها وإذا بالحادي زجرها. قال لها اسكتي يا ابنة الخارجي. ازداد بكاؤها، قالت أبا يقتلونك ويسموك بالخارجي. ازداد بكاؤها وإذا باللعين حمل يده وضربها على وجهها. سقطت الطفل من على الناقة، ويلي ضربونا ونشقف بدينا، يا شماتة العدوان بين ابونا
وانا جتل واحنا نسبينا. واذا بهذه الطفلة سقطت على الارض اغشي عليها والقافلة رحلت. واذا بالطفلة افاقت من غشوتها تنظر يمين شمال وين الامام زين العابدين وين عمتها زينب. واذا بهذه الطفلة قامت في ارض الصحراء المظلمة تركض يمينا وشمالا وهي تنادي وأبتا وحسينا. بينما كانت تسير القافلة وإذا بالرمح الذي عليه رأس الحسين انشقت الأرض ودخل الرمح في الأرض ولم يتحرك من مكانه. كلما جاءوا يحركوه ما قدروا يحركون الرمح. خبروا عمر بن سعد قال اسألوا من علي بن الحسين. سألوا الإمام زين العابدين يا ابن رسول الله هذا الرمح اللي على رأس أبيك الحسين ما يتحرك من مكانه. قال اسألوا عمتي زينب قد يكون هنالك طفل ضاع في البيداء. أول على قلبك يا زينب اجت مولاتي العقيلة جمعت الأطفال صارت تنادي رقية تقول عم زينب نعم بني سكينة. قالت عم نعم. لما ذكرت الأيتام وصلت إلى اليتيمة كلما نادتها صاحت باسمها ما سمعت جوابا. وإذا بمولاتي زينب ألقت بنفسها من على الناقة على الأرض وصارت تركض في البيداء وهي تنادي وأخا وحسينا. بينما تركض العقيلة نظرت إلى سواد من بعيد اقتربت منها نظرت إلى امرأة وضعت اليتيمة في حجرها تمسح على رأسها. في هذه الحال وإذا بمولاتي العقيلة زينب اقتربت منها أمت الله من أنت هكذا تمسحين على رؤوس الأيتام. وإذا بجواب هذه المرأة الجليلة بني زينب أنا أمك فاطمة أنا أمك فاطمة بني منذ خروجكم من كربلاء وعيني ترعاكم وتحرسكم بني أرعى أيتام ولدي الحسين.